لكن هذه المنطقة اللي فيها تجاعيد وجوانب العين، وهذه المنطقة اللي فيها تجاعيد وأحيانا جوانب الفم، ولما يكبر شوي ولا تكبر شوي أيضا الرقبة. إذا زبدة الكاكاو للتجاعيد، زبدة اسمها زبدة الكاكاو، استخدامها مفيد جدا للتجاعيد وبتطر المنطقة وبتعطيها رومانسية بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا نتائجها مع طول الاستخدام. أيضا زبدة الشيا، أيضا زبدة اسمها زبدة الشيا، مشهورة ومعروفة عند العطارين، لكن ما تنغشوا فيها، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. القليل من الشوكولاتة، شوكولاتة اللي نشتريها للأولاد ناكلها، حطها يا أخي على وجهك ربع ساعة وروح شطف عيونك. أيضا الزبدة الموجودة بالثلاجة عندكم هي بيستخرجوها من الحليب، فبالتالي ما بكون عندنا تجاعيد في هذه المنطقة إلا بكون في جفاف، مثل الشجرة لما تتكسر أغصانها وجذعها يفتح عن بعضه، هذه من طول العمر. لكن لو كانت رطبة في منطقة رطبة مهما كبرت الشجرة بتضلها رونقها موجود فيها وما فيها أي مشكلة ولا تكسير، وهذا وجه الإنسان ما أقربه للشجرة. لكن أنا أصور لكم يعني أو أعطيكم التشبيه اللي هو يكون تشبيه قريب لكم. أيضا استخدام زيت معروف، زيت الأرغان، زيت الأرغان الأصلي بيساعد جدا على التخلص من التجاعيد وأوساخ البشرة.